ينزل إلى الأسواق وبيده الدرة، الدرة يعني زي الجرو زمانا، ويضرب بها التجار ويقول: هذا جزاء من عمل في سوقنا ولم يطلب العلم، هذا جزاء من عمل في سوقنا ولم يطلب العلم، فإنه آكل للربا شاء أم أبى. فكل من يعمل في التجارة يجب عليه أن يتفقه في الدين وأن يتفقه في فقه البيوع، لأنه سيقع في الربا سواء بإرادته أو بغير إرادته. وكل من يعمل في التجارة ولا يتفقه في الدين فهو آثم، وكل من يعمل في التجارة ولا يطلب العلم في فقه البيوع فهو آثم. مسألة أختصرها إخواني في الله، مشتهرة منتشرة بين التجار وعمت وطمت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي مسألة تقول: كاش 10,000، أقساط 12,000. وهذه مسألة من فعلها وقع في الحرام والعياذ بالله. كاش 10,000، أقساط 12,000، الألفين هذول الزيادة مقابل الزمن يقع بالحرام والعياذ بالله. وبالتالي انظر إخواني في الله، بعضهم أصبح يحتال على دين الله عندما علم بالمسألة، فصار يقول لك 12 مباشرة أقساط، يعني زيادة 2000 مقابل الزمن مباشرة، 15,000 أقساط، طب كاش؟ لا 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 ما ببيع كاش، كله أقساط، وهذا هو الحرام والعياذ بالله. فتجده يبيع ثلاجة، غسالة، أبسط إيش، أرامي، شقق، كله إيه، نحن لا نبيع إلا أقساط. كم يا أخي سعرها في السوق؟ هاي الشقة 40,000، كم عندك؟ إحنا لا نبيع إلا أقساط 50,000 والعياذ بالله. وتنبه إخواني في الله إلى هذا الشخص الذي عم وطم وأوقع نفسه في الحرام وأوقع غيره بالحرام بسبب جهله في دين الله عز وجل وبسبب عدم التفقه في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أقلهما أو الربا. وحديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فقيل لسماك بن حرب وهو أحد رواة الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تبيع نقدا بكذا وأن تبيع نسيئة بكذا وكذا. كاش 10,000، أقساط 12,000 والعياذ بالله. وقد يقول قائل: يا شيخ طب أنا شو بدي أستفيد إذا بدي أبيع الأقساط بنفس سعر الكاش؟ شو بدي أستفيد أبيع الأقساط بنفس سعر الكاش وأراعي سعر السوق؟ كم هاي الشقة؟ الشقة سعرها 40,000، الكاش كم؟ 40,000. هل اسأل السوق كامل، اسأل جيراننا، اسأل. طب أخي بدي أخذها أقساط 40,000 إذا بناسبني. طب ماشي. قد يقول قائل: شو بستفيد هذا الشخص اللي بده يبيع كاش وأقساط في نفس السعر وهو سعر السوق؟ إخواني في الله، أولا الأجر والثواب عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض أخاه درهمين فكأنما تصدق بدرهم. يعني أنت شخص أجل الدين منك قال لك دايني 1,000 دينار، كأنك تصدقت عليه 500 دينار. انظر الأجر، مع أنه المصاري شو مالها؟ راجعات لك والنقد راجع لك، لكن إلك أجر القرض الحسن الذي ضاع وغاب عن صفوف المسلمين. اثنين، ماذا تستفيد؟ تستفيد يا صاحب الثلاجات ويا صاحب الغسالات
أن الناس يتشجعون أن يشتروا منك هذه السلعة لأنك تسهل عليهم البيع. فمثلا هذا فاتح لمعرض مليان غسالات مثلجات، هذا النوع الجي كم ثمنه؟ ثمنه 300 دينار. لف السوق كله 300 310 295، يعني ضمن الدائرة هاي. جيت عليه كم يا أخي بدي أشتري منك ثلاجة؟ 300 دينار. أقساط نفس الشيء 300 دينار. طيب بعد بتشجع أشتري منك هاي 100 100 100 على 3 أشهر، أنت ريحتني. فبالتالي ماذا يستفيد الشخص؟ أن الناس يتشجع أن يشتروا منه، وبالتالي تروج وتظهر ويتكسب. وإخواني في الله، هناك رواية في مسند الإمام أحمد مخيفة جدا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني مسكوا عليه ما بده يطلع، ما بده يقرض، ما بده يعطي، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواية أخرى: إذا تبايعتم بالعينة. فقال أهل العلم: إذا ظن أحدكم بالدينار والدرهم، يعني مسك، ما بداين أنا شو؟ بدك الثلاجة أبيعك إياها بسعر الأقساط؟ أقساط وكاش واحد؟ مش ممكن. هذا هو أسباب ذل المسلمين. فقل لأي شخص يزيد على المسلمين بسبب الأقساط أنك يا أخي من أسباب الذل الذي نزل بالمسلمين. والسبب جهلك في الدين، لا تتفقه في الدين، ولا تجالس العلماء، ولا تقرأ كتب العلماء، ولا تلتقي أصلا بالعلماء. فأصبحنا كما في زمن عمر، وهو الزمن الفاضل، كان يضرب التجار لأنهم يأكلون الربا شاءوا أم أبوا. فكيف لو جاء إلى زماننا ورأى ما يفعله التجار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، من أراد الحلال فأبواب الحلال كثيرة. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه